للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. دكتورة نهى، حدثينا عن تفاصيل المبادرة وآلية التنفيذ الخاصة بها. مساء الخير على حضرتك. هو مبدئيا المبادرة يعني تم إطلاقها اليوم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت عنوان خيرك سابق، وهي مبادرة يعني تعد الأكبر في تاريخ جهود الحماية الاجتماعية في مصر لإطعام يعني أكبر عدد أو توفير الطعام الآمن واللائق لأكبر عدد من الأسر. إن شاء الله إحنا مستهدفين بشكل مبدئي حوالي 30 مليون مواطن، يعني متوسط حوالي 5 مليون أسرة. إن شاء الله هنقدم لهم خدماتنا على أكثر من مستوى. المستوى الأول هيكون إمداد مجموعة من الأسر بكارت، يعني هو كارت مشتريات يقدروا إن هم يحصلوا على السلع الأساسية من خلال المنافذ المختلفة، والكارت ده هيبقى مشحون بقيمة نقدية يقدروا إن هم يحصلوا على كل يعني ما يحتاجون من سلع غذائية أساسية. الحقيقة المستوى الثاني هو توفير كراتين معدة مسبقا داخل مؤسسات التحالف، وبتكون شاملة كل برضو الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية اللي تحتاجها أي أسرة. وإن شاء الله احنا هنعملها بشكل إنه يكون يضمن تحقيق الأمن الغذائي للأسرة لمدة يعني شهر منذ بداية استلامها وحتى انتهائها، ثم تجديد تاني إعطاء الأسر للكراتين. ده بالإضافة للمستوى الثالث وهو وجبات الإطعام الجاهزة، واحنا ان شاء الله في يعني النهارده بدانا لاطلاق مجموعه جديده من المطابخ، مطابخ الخير، هي موجوده على مستوى جميع المحافظات. احنا بالفعل كنا بادئين في اعداد هذه المطابخ وكانت بتقدم مساعدات موسميه، ولكن في الفتره القادمه ان شاء الله هيكون التشغيل بشكل يومي منتظم عشان نغطي اكبر عدد من الاسر بوجبات ساخنه جاهزه. الاسره لو متوسط عدد افرادها 5 أفراد فهم بيحصلوا في اليوم على 15 وجبة، 3 وجبات بيحصلوا عليهم من خلال مطابخ التحالف. إن شاء الله يعني إحنا هل هذه الوجبات وهذه الكراتين تقدم بشكل مجاني أم بأسعار مخفضة؟ لا، بشكل مجاني 100%، لأن لا نحصل على أي مقابل ولا حتى رمزي مقابل هذه الخدمات الغذائية، يعني سواء الكراتين أو الوجبات أو الكروت أو بطاقات الشراء. كل الحاجات دي مجانية 100%، وهي يعني مدعومة ومبولة بالأساس من أموال التبرعات ومن الموارد الذاتية للمؤسسات. وإن شاء الله يعني بصدد إنه يبقى تم التوسع في هذا الصدد، إنه يبقى فيه عدد كبير جدا من كمان المواطنين اللي في المناطق النائية ومناطق الحدودية هنوصل لهم بكل الخدمات دي بشكل على أي أساس مستوزن. بيتم تحديد قاعدة البيانات للمستحق، يعني من يتقدم ويتقدم لمن؟ كيفية الحصر؟ كيف ستصلون للمستحقين؟ هو الحقيقة احنا عندنا بالفعل قاعدة بيانات منقحة، وتم عمل بحث اجتماعي لعدد كبير جدا من الأسر، ملايين الأسر، ولكن احنا ما زلنا فاتحين الباب عن طريق يعني مؤسسات التحالف وعن طريق الجمعيات القاعدية الشريكة. والجمعيات القاعدية الشريكة الحقيقة هي متواجدة يمكن في كل قرى ومراكز مصر، فأي يعني أسرة تحتاج الحصول على هذا الدعم مرحب بيها جدا ان هي تقدم يعني الطلب او تملى الاستماره الخاصه بالحصول على الدعم الغذائي، ويعني على طول بيتم الاستجابه لهذا الطلب وبيتم ضمهم كمان لقاعده البيانات بعد التاكد من عامل بحث اجتماعي. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتوره نهى طلعت، امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.